شهدت مدينة دمياط الجديدة تجهيز الشاطئ الممتد بطول 9 كيلومترات وزرع 30 برج إنقاذ بطول الشاطئ العام وتوفير 40 منقذا بالإضافة إلى شاطئ قادرون بلاج لذوي الهمم والشاطئ الخاص. وجاء ذلك في إطار الاستعداد لاستقبال سكان المدينة وروادها خلال فصل الصيف على شواطئها بعد أعمال رفع كفاءة وتطوير منطقة الشاطئ ليكون متنفسا للسكان. احنا السنة دي مأمنين البحر بعدد 40 منقذ وعدد 30 برج إنقاذ و10 أفراج جوالين. طول الشاطئ المساحة المراد تأمينها بالضبط 2900 متر مقسمين لشقين أو قطاعين، كل قوام كل قطاع 1450 متر، كل قطاع فيه تقريبا 15 برج ب15 منقذ و4 فرد جوال وتمركز لعربيات الإسعاف، وفي مكان لمركز تجميع للاطفال التائه. نتكلم عن الشاطئ وعن التطور وعن التنميه اللي موجوده حاليا، لان ساحل دمياط الجديده بقى من اعظم واحدث الشواطئ اللي موجوده حاليا دلوقتي في مصر تم. فطبعا كان في عشوائيات حابب ان انا اتكلم عليها برضه، كان في طبعا كانت الكافيتريات القديمه كلها متهالكه لا تصلح اصلا لاي حاجه، ما فيش خدمات على البحر كله، ما فيش اكل، ما فيش شرب، ما فيش دور ميه، كان طبعا في اللي هو الدراجات البخاريه، عربيات الربع نقل، التكاتك، التروسيكلات، كما كان شاطئ يعتبر ان هو شاطئ عشوائي. انما احنا دلوقتي حاليا في تطور، نحمد ربنا سبحانه وتعالى على التطور اللي احنا موجودين دلوقتي، شاطئ دمياط الجديده بقى من احسن الشواطئ اللي موجوده في مصر. احنا السنه دي حسينا بطفره كبيره جدا في الامن على الشاطئ، وكمان مستوى النظافة وإدارة الشاطئ نفسه. دمياط الجديدة بقى مدينة عروس الدلتا وعروس البحر المتوسط في منطقة الدلتا، فالمستوى اللي احنا شايفينه ده يليق بيها ويتماشى مع التصميم المعماري الجميل. وطبعا بشكر الدولة المصرية على رأسهم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. احنا ملاحظين التغيير اللي نشأ وبالذات السنة دي، يعني تم إنشاء براكن وتم إنشاء شركات أمن موجودة لحمايتنا من ساعة ما بننزل ومن أول ما بنخش من البوابات الإلكترونية حتى عودتنا ودخولا بالشاطئ وعودتنا وخروجنا منها تاني. في شركات أمن ملاحظينها، في براكن تم إنشائها، وضع شركات الإنقاذ السنة دي ملحوظ.